لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. هل تصح الصلاة إذا كنت أصلي لحالي ولكن يأتي آخرون ويصلون خلفي جماعة، مع أني لا أنويها جماعة لكوني شاكا في نفسي أني جامع للشرائط؟ فهل صلاتي صحيحة؟ وهل صلاة المأمومين خلفي صحيحة؟ صلاة الإمام صحيحة، وكذا صلاة المأمومين لو أحرزوا عدالة الإمام واجتمعت باقي شرائط الجماعة. أنا أصلي الجمعة والجماعة في المسجد، ولكن أشك بعدالة الإمام، فما هو حكم الصلاة؟ وما هو الحكم إذا تيقنت عدم العدالة؟ يجب إحراز عدالة الإمام في جواز الاقتداء به في الصلاة، ويكفي حصول الظن بالعدالة من حسن ظاهره. في صلاة الجماعة من يقتدي بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ولا يقرأ شيئاً، سواء علم بحكم المسألة أم جهل، فما حكمه؟ في صورة الجهل صلاته صحيحة ويسجد سجدتي السهو لترك الحمد، وفي صورة العمد باطلة. في صلاة الجماعة هل نحتاج إلى نية الجماعة للإمام والمأموم، وما هي صيغتها؟ نية الجماعة تجب للمأموم دون الإمام. نعم، حصول الثواب للإمام موقوف على نية الإمامة، علماً بأن النية لا يجب التلفظ بها ولا التذكر لها، بل مجرد الارتكاز في الذهن كاف، ويكفي للمأموم أن ينوي هكذا: أصلي صلاة الصبح مثلاً مقتدياً بالإمام الحاضر قربة إلى الله تعالى. حينما ألتحق في صلاة الجماعة بالإمام في ركعته الثانية، ثم يتشهد الإمام وأنا في حالة التجافي، هل أبقى صامتاً؟ أم أسبح فقط؟ أم أقرأ ذكر التشهد كما يفعل هو؟ الأفضل قراءة ذكر التسبيح سبحان الله وتكراره حتى يقوم الإمام من تشهده. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.